طيب نروح طبعا للجنه الثلاثيه المكلفه بالاشراف على اتحاد الكوره برئاسه احمد مجاهد، واللي قررت استمرار العمل بتقنيه الفيديو الفار والدعوه لانشاء رابطه الانديه وقائمه انتظار. وعقدت اللجنه الثلاثيه اجتماع النهارده يوم الاربعاء مع انديه الدوري المصري الممتاز لمناقشه امور كتير، من بينها استمرار العمل بتقنيه حكم الفيديو المساعد او ما تعرف بالفار، والدعوه لانشاء رابطه الانديه زي الاهلي. وكان النادي الاهلي طبعا ليه ممثلين في الاجتماع ده، منهم طبعا طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، دول اللي كانوا بيمثلوا النادي الاهلي في الاجتماع. خلال الاجتماع تم الاتفاق على كذا حاجه، منها استمرار الاستعانه بتقنيه حكم الفيديو المساعد مع انهاء اي امور اجرائيه او قانونيه او ماليه متعلقه بالعلاقه دي بين الاتحاد والشركه المنفذه من خلال الجهات المعنيه بما يضمن سلامة كل الإجراءات. فيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين، عرض يمكن أحمد مجاهد رؤية الاتحاد بدعوة الأندية إن هي تقدم المرشحين، والاجتماع يكون خلال الأسبوع الأول من شهر يناير لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفقا لما نصت عليه اللائحة طبعا المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ طبعا الرابطة عملها بأنها تشكل لجنة المسابقات، وأن الاتحاد بقى يفتح حساب بنكي خاص بيها. وأضاف كمان أن الأندية لو عايزة تأجيل التشكيل فيما بعد فده قرار هيعود ليها ومش للاتحاد. حقيقة كمان تم الاتفاق على ضرورة التمسك بكل الإجراءات الاحترازية خلال الأوقات الصعبة اللي بنمر بيها، يمكن شبه الأوقات اللي بنعدي بيها دلوقتي، وده حتى لو أدى الأمر للاتفاق أنه يكون في تغيير لبعض البنود الخاصة بلائحة المسابقات. على سبيل المثال يعني من البنود دي مثلا أنه في عملية مصافحة تتم بعد المباراة، مفترض كمان أنه هيتم وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد نهاية كل مباراة، حفاظا طبعا على سلامة الجميع سواء أجهزة فنية أو لاعبين. وهيتم الاتفاق كمان على السماح للأندية بأنه يكون ليها قائمة انتظار للاعبين، هيكون فيها أو هتتكون كمقترح يعني من 3 لاعبين، وده عشان يساعد الأندية في ظل الظروف طبعا الصعبة والاستثنائية اللي بتعيشها أو بيعيشها العالم كله حقيقة، مش بس احنا بنعيشها هنا في مصر.